ماشي غني. يلا بس اجرالنا وصفة الكيك. ناخذ وصفة الكيكة السميد باللوز. جوع جوعان والمنظر كثير جاي. يلا صديقي. كيكة السميد باللوز بدنا علبة قشطة حديد 170 جرام، علبة حليب ناشف، علبة سكر، علبة طحين، علبة ونص سميد، ونص علبة زيت نباتي. نعم يا باشا. ايضا بدنا علبة حليب مبخر الحجم الصغير، رشة ملح، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبدنا معلقة كبيرة من الفانيلا، واثنين بيض. ايضا لوز مقشر، طحينية الكسيح لدهن القالب والتشريبة، بدنا علبة حليب مبخر دافئ ومذوب فيه معلقة واحدة كبيرة من السكر. كيف بس؟ وشكلها اشي برضو غريب. كيكة سميد بنكهة، خليني أقول هخلي هاي الشغلات أحلى، خلي الجمهور ينبسط معنا عشان يحس حاله، يحسوا حالهم معاي في المطبخ. يلا كيكة سميد هي عبارة عن كيكة فيها سميد وبيض وأشياء، بس كلياتها إحنا بنسميها، أنا بسميها كيكة العلبة. شو يعني؟ علبة الحديد 170 جرام، كل إشي بتاخذ المقادير بنفس العلبة، مشان هيك اسمها كيكة العلبة. تمام؟ هلا رح يشوفوا أمامهم، بس نبلش ناخذ معك مشاركات. يلا أسئلة. نبلش بمقاديرها، بدنا نشوف اذا في حدا عنده اي سؤال بالنسبه للطبق الاول. نعم. بيتزا البطاطا. يلا. وايضا الطبق الثاني اللي هو خبز الشفاتي. نعم. شيء خيال بنان جابر فعلا. ايضا عندنا فاطمه الحماد، بالصبح عليك يا شيف، يسعدهم. والله صراحة كل إشي زاكي لأني بجربه دغري فعلا، ولا إشي عملت الشيف علا إلا بيكون جد تحفة، يعني هاي شهادة. بالهنا بالهنا يا رب. أم أشرف المؤمن يعطيك العافية شيف علا، وصحتين وعافية إبراهيم، شكرا لك. ابتهال ترتير بتصبح علينا من رام الله، وبتحكي لنا يعطيكم العافية. تفضلي شيف. يلا بس قرب لنا إياهم من فضلك. تفضلي. اثنين بيض بحرارة الغرفة، طالما بيض بده ينخفى أو بده يفوت على فرن فما بشتغل فيه إلا بعض الوصفات، ما بجيبه من الثلاجة إلا بعض الوصفات فقط. تمام؟ أيوة ناخدهم كلهم لو سمحت. يلا هاي القشطة. أيوة هاي البيض. هاي البيض أول إشي دائما بنخفق البيض عشان نتخلص من الزنخ. اثنين بيض، واحد معلقة كبيرة فانيلا. شوفي قديش سريعة، يعني لو أجاك ضيف خلال ربع ساعة بتصير الكيكة. تشغليها بتحطيها بالفرن، بتشغلي بخور وبتلبسي هاللبسه الحلوه وبتستقبليهم، بتستقبليهم بكون كل شيء جاهز. يلا يلا. البيض ونزلنا عليه السكر، وبعد السكر الزيت. الحليب المبخر هو الحليب اللي بنحطه مع الشاي. العلبة الحديد في علبة كبيرة وفي علبة صغيرة، حطوا العلبة الصغيرة. تمام؟ وبعدين هاي علبة القشطة، أول إشي بتفضي علبة القشطة وبتنظفيها كثير من جوا منيح، بعدين بتعيري فيها كل المكونات. تمام؟ والسميد علبة ونص، وهي البيكنج باودر، وخلص خلصت الوصفة. جاهزة؟ أبدا، ما قلت لك في ضيف على الباب جاي. ضيف على الباب يا دوب بتلحقي. أو الزلمة جاي وجايب معاه صاحبه بدي أسوي له إشي سريع. صح. يعني تدبر حالها. يلا نشوف كيف رح تطلع النتيجة النهائية. خفقتيها وجاهزة. أي كيكة إبراهيم بس تتجانس خلص، ما نضل نضرب فيها. مش شطأ يعني، مش إنه إشي أحسن. بالضبط، لأنه الهواء بيطلع منها فبالتالي بتهبط الكيكة. صح. فخلص خلي بعدين بعد ما تخلص دائما احرص بأنك أنت تحركيها بإيدك بهذا الشكل لحتى نفوت فيها فهواء أكتر. تمام، فكرة حلوة. هلأ بنسكبها، بس خليني أجهز لكم هذا في ملود داركنا تعليقات.
أميرة بتصبح عليك يا شيف، وشكرا لك. أم خالد قطوف يعطيك العافية شيف علا. في كان عندنا سؤال بس نطلع لأنه التعليقات نزلت لتحت. هذا حليب مبخر التشريبة وعليها سكر، السكر حسب الحاجة، ما بدك تحطي ما تحطي، الحليب فيه شوية حلاوة، ما بدك ما تحطي. الكيكة بدها تكون باردة والحليب فاتر أو العكس. هلا أنا عندي الكيكة فاترة قبل شوي طلعت من الفرن، تمام، فهون عندي برضو الحليب فاتر عشان ألحق درجات بعض. رح أروح أشربها لأنه السميد ناشف. بسم الله الرحمن الرحيم. فريال قمو شكرا لك. مش كيكة تركية بس إشي غرام. كيكة تركية صح؟ تشبهها بس والله إشي غرام. جربوها وإن شاء الله رح تدعوا لي عليها. رح نخليها شوي تتشرب طبعا. أوكي طيب. هلا بالنسبة لللوز اللي أنا حطيته، هذا هو برضو بشتريه بالوزن من المول، اسمه لوز مقشور. في منه بقشرة وفي منه مقشر، أنا بجيبه مقشر للكيك. اللي بقشرة بحطه للتقديم. هلا هذا الإشي بده يفوت فرن عشان زي ما أنت شايف يضل لونه يتشرب شوي. تمام. هيك جاهزة؟ يس. والله اسهل منها. زاكية باردة وزاكية بتحطيها بالثلاجة بعد ال لا 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 لا, لا. زاكية باردة وزاكية ايش ابراهيم؟ سخنة او فاترة. صح. هلا يعني شكرا ابراهيم لفتت نظرنا لهالشغلة. زاد عندك قطعة ما تخليها برا الدنيا شوبو، فيها حليب بتحمض فحطيها بالثلاجة. لا في امل ابراهيم. لا في يعني في شغل عم تشتغلي علي عشان نتعلم منك والله. لا لا والله على سلامتك جد. الله يسعدك. حتى الستات على سلامتهم جميعا ما شاء الله عنهم. خولة ابراهيم زعمت بتحكي لك يسعد صباحكم، انا خولة من كاليفورنيا وسهرانين معكم. يعني عندهم الدنيا بالليل وهي سهرانين معنا، بنوجه لهم تحية اكيد. الصحن من حدك لو سمحت. تفضلي. اي صحن هذا؟ الاسود. الاسود. يلا يا باشا. حمودة ابو نورس جد اشي خرافي. عندك ايوه انظف وراح انظف مكاني. لورا شوف على اللوز لازم يكون منقوع بالماء الفاتر او لا؟ ابدا هو بيطرى بالفرن. يلا يلا يا باشا. انا مش قادر، انا الكيك يعني من وين ابلش يا مخرجنا ماجد؟ بنوجه لك تحيه اكيد. يعطيك العافيه. من البيتزا بالبطاطا ولا من خبز الشباتي ولا من الكيك؟ يعني اليوم شوف ساخنة لا طالع سلاتن بدها ميوزك بدها صوت. نحط لها مناكير عقولة شو اسمه صديقنا العزيز حسين التيم. يلا حطي لها مناكير دلليها مكاكير. كلها شوية فراولة وبقدمها لضيوفي وبدللهم شوية سميد شوية سكر شوية زيت. كلياتنا حبايب كلياتنا إن شاء الله إنه عنا هاي الأمور في بيوتنا. أتمنى يا رب إن شاء الله دايما الست بتقدر تعمل أحلى أكلات لعيالها بس شوية إرادة. أكيد صار عندنا ضيوف بالاستديو بعدين نشوف. يا هلا يا هلا نورت. يا هلا يا هلا. أتوقع إنهم متدربين. صح متدربين. كل التوفيق حقيقة. لكل أكيد. المتدربين في مجال الصحافة والإعلام وكل الجامعات اللي بتدرس تخصص الصحافة صح. والإعلام من أجمل التخصصات، مسؤوليته كتير كبيرة أبداً مش سهل بس من أجمل المهن اللي ممكن تشتغلها بحياتك. فعلاً فعلاً شايف الواحد لما يكون عنده خلصت. حلم ويأخذ وراء حلمه دائماً ما يستسلم. نعم صديقي. هلأ هون بس أنا دهنت قالب الكيك بشوية طحينية، بعد الطحينية سكبت الكيكة وبعدين على الوجه حطيت منها اللوز الله عليك مقشور. يا خطير. وخلصنا والله إنه خطيرة. لو تعرف بكرة شو في عنا. لو شو تعرف بكرة؟ بكرة عنا ضيفة تغشش من اليوم أردنية. يلا ولا أنت تودع وإحنا نسلم زي ما بدك. زي ما بدك. يلا يلا بكرة عنا ضيفة بنت هالبلد الكريم ولكن مقيمة بالسويد، متزوجة ومقيمة بالسويد. جاي بزيارة للأردن وبيطلبها أكيد إحنا مشرفنا نستضيفها. فبكرة شهد عقل رح تنور استديوهات ومطبخ يوم جديد تحديدا القادمة بزيارة لأرض المملكة من السويد تحديدا. رح تعمل لنا أطباق سلطة مانجا مع الدجاج.
اشياء من السويدي، من المطبخ السويدي. رح تعمل لنا كرات لحمه مع الكريمه، اشي كثير بشهي، فانا متحمسه اني اتشرف فيها غدا ان شاء الله تعالى. واليوم زي ما انتم شايفين امامكم سوينا وصفات عده نوعا ما لحتى نطلع شوي عن اطار الروتين المنزلي في مطابخنا. كل التوفيق لكم جميعا، صحه وعافيه، صباحكم عسل، صباحكم حلو بحلاوه قلوبكم وحلاوه اطباقنا والوانها. لا اليوم رح اودعكم على امل اللقاء فيكم غدا. الى اللقاء. شكرا على المتابعة. حلقة كانت حلقة الأربعاء من يوم جديد. بنشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، دائما تثروا حلقاتنا وإحنا فيكم منكبر. شكرا على متابعتكم ونلقاكم إن شاء الله بحلقة قادمة. إلى اللقاء في أمان الله.